بغيتي غسل تزياني وتغلاضي وتكادي وتولي عندك فورمه واعره وتولي عندك البشره اللي كتلمع، خليك معايا وغادي نعطيك الوصفه اللي غادي تحمقك حسن ما تشري السيروات ديال الغلظ والفانيد والكينات ديال الغلظ. هذه الوصفه هذه غادي تعطيك واحد النضاره للبشره وغتغلظك كلك. المهم خليك معايا باش غتعرفي المقادير. السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، واليوم مع وصفه اللي زوينه بزاف. هذه الوصفه ديال زياده الوزن البنات اللي باغيين يغلاضوا، البنات اللي باغيين يسمنوا. هذه الوصفه هذه اللي غنعطيكم اليوم، عطيتها بزاف ديال البنات في الواتساب اللي كنعرفهم صحاباتي ومن العائله في الواتساب وفي انستغرام، وعجبتهم بزاف. وكاينه اللي زادت 3 كيلو في السيمانه، وواحد البنت قالت لي جربتها وزادتها تقريبا 6 كيلو في 15 يوم، تبارك الله غلاضت وبانت عليها. هذه الوصفه البنات اللي غنعطيكم اليوم ديال زياده الوزن كتغلاضي كلك، خصوصا المنطقة الأنثوية كما كتعرفوا يعني كتبان لك، كتلاحظي راها غلاضيتي منها وكتعطيك حتى النضارة للبشرة ديالك، كتعطيك نضارة ملي كتغلاضي كتولي البشرة ديالك فيها واحد اللمعة زوينة. أنا كنت كندير تقريبا شي 10 سنين هذه قبل ما نتزوج، كنت كندير هذه الوصفة هذه وكنت غلاضيت عليها، وحتى البشرة ديالي الناس ولاو كيلاحظوا، الناس ولاو كيقولوا لي راه البشرة ديالك فيها واحد النضارة زوينة، وقلنا شنو كديري شنو كتاكلي. المهم ليك أنا بعدا في واحد الطبع اللي قال لي شي حاجة، كنعطيه الوصفة قبل كاع ما ندير القناة أي وحدة كنعطيها بلا ما كاع تسولني، عاكس تقول لي شنو يعني البشرة ديالك راه زوينة ولا شعرك زوين ولا هذه، كنعطيها الوصفة بلا ما تقول لي عطيها ليا شي حاجة، يعني غير رحمة الوالدين وسبيل الله. المهم كما قلت لكم هذه الوصفه زوينه، ولاحظت حتى الشعر ديالي ملي كنت كنديرها ما كانش كيطيح ليا، ما بقاش كيطيح ليا ولا كثير ولا رطب. المهم هذه الوصفه هذه كما كنقولوا كيقولوا كل يبان عليك، هذه الوصفه هذه زوينه كتبين، يعني كتبين لك البشره ديالك زوينه، كتمنع التساقط، كتغلظك على الصح ديالك، كتفتح لك الشهيه. مهم زوينه بزاف، عطيتها للبنات دابا تقريبا شي ما كاملش عام وبانت لي واحد النتيجه اللي زوينه. كاين البنات اللي مجوجين وكاين البنات اللي كانوا عايسات قالوا لي راه حنا بغينا يعني نغلاضوا باش ان شاء الله نديروا العرس ديالنا، وعطيتهم ليهم ولقاو عليها نتيجه اللي هي زوينه بزاف بزاف قسما بالله. غير ما نقدرش نحط الاوديوات ديالهم احتراما ليهم، ما نقدرش نسمعكم الاوديوات ديالهم، وغتسمعوهم شنو قالوا على الوصفه هذه اللي زوينه بزاف. المهم ما نطولش عليكم، غنقول لكم هذه الوصفه اللي غادي تزيدكم في الوزن، انا ما غاديش نديرها معاكم، غادي غير نقولها لكم وانتم تطبقوا عليها، حقاش انا هانتوما كما كتشوفوا بارك عليا من الغلظ، باغا مازال انني نزيد ندير شويه طريده باش نحيد شويه الكرش، حقاش هذه الايام حسيت براسي غلاضيت بزاف. كما كتعرفوني انا ما كنبغيش الغلظ، يعني كنبغي نكون ضعيفه، كندير مره مره الريجيم من الرياضه. المهم هذه الوصفه هذه كنت كنديرها قبل ما نتزوج وكانت كتعجبني بزاف، كانت كتغلظني وكتعطيني واحد النضاره للبشره، وبغيت نعطيها لكم اليوم. بالنسبه للبنات اللي بزاف اللي كيلقاو مشكل باش كيغلاضوا، كاين بزاف الناس اللي كيلقاو مشكل باش يضعفوا، وكاين الناس اللي كيلقاو مشكل باش يغلاضوا. المهم حتى واحد ما لقاها كيما بغاها. المهم غادي ما نطولش عليكم بزاف، غادي نقول لكم المكونات اللي في هذه الوصفه هذه، وغادي تطبقوهم وغادي تاخذوا، ماشي نقول لكم خذوا الكوك هذاك الكاوكاو البلدي مشيو تاخذوا لي الرومي، ولا نقول لكم خذوا اللوز البلدي مشيو تطبقوا داكشي اللي غادي نقول لكم، وغديروا الطريقه اللي غنقول لكم، وان شاء الله غتلقاو واحد النتيجه اللي هي زوينه. غتاكلوا هذه الوصفه هذه مده ديال سيمانه وغيبان لكم الفرق، وغتبان غتعبروا قبل ما تبداوها، وملي غادي دوز واحد السيمانه غتعبروا وغتلقاو راسكم تزاديتوا، وانتم غتحسوا براسكم راه تزاديتوا، والبشره ديالكم غدا كتبدل، كتبدا واحد النضاره، كتحيد التجاعيد. حتى الانسان اللي كيغلاض وكيبياض وكيزيد التجاعيد كيتحيدوا، الوجه كيعمر، الدات كلها يعني كتعمر. المهم ما نطولش عليكم بزاف عشان كنهضر معكم والصاد عرفتي العرق كنهضر معكم والعرق. المهم خواتاتي هذه الوصفه هذه شنو فيها؟ فيها كاس ديال لا ماشي كاس، فيها زلافه ديال، المهم بغيت تعبروا بالكاس بغيت تعبروا بالزلافه اللي بغيتهم، الاحسن ديروا زلافه زلافه زلافه، ما تشيلوها نقول لكم تبعوا الطريقه، وراها يعني راها ما فيهاش يعني واحد الكميه اللي هي كثيره. غادي تقريبا هذا الشيء اللي القياس اللي غنعطيكم، راه بغيتو تاكلو في الصباح تاكلو منه في الصباح وفي العشيه، بغيتو تاكلو منه غير في الصباح، المهم كتاكليها الوقت اللي شقات ليك، انا غادي نقول لكم الطريقه والمكونات وانت كتاكليها الوقت اللي شقات ليك، يعني سهله وفيها بزاف ديال الفوائد. عندك زلافه ديال الجنجلان، الجنجلان يكون بلدي البنات ما يكونش رومي، الجنجلان البلدي كتشديه وكتغسليه بطبيعه الحال تنقيه وكتحمريه غير شي شويه، ماشي تحمري بزاف غير شويه باش كتبقى فيه ديك الفوائد ديالو وداك الزيوت ديالو وداك المنافع ديالو. زلافه ديال الجنجلان البلدي، زلافه ديال الكاوكاو البلدي داك الاحمر داك الصغيور، الكاوكاو داك البلدي داك الاحمر داك الصغيور ماشي الرومي، كتاخدي حتى هو زلافه كتجيبيه كتحمريه بقشور
ما تخليش تيتحرق، هي كديه وتجيبيه في الفران حتى كيتحمر شويه كيولي مذهب صافي. كتاخذي زلافه ديال اللوز البلدي، اللوز البلدي داك الكبير ماشي الرومي، اللوز ما كتحمريه ما والو كتخليه بحال هكاك. زلافه ديال القرقاع، زلافه ديال القرقاع حتى هو ما تحمريش، كتحيدي له غير كتنقيه وصافي. صافي قلنا. وزلافه ديال الحمص، الحمص راه زوين زوين زوين، كيغلظ وكيعطي واحد النضار للبشره وزوين بزاف. الحمص هو يكون مقلي، زلافه ديال الحمص تكون مقليه. دابا راه العواشر هذه ان شاء الله قريبه، داكشي كيكون عند العطار موجود، كيكون الحمص مقلي، كيكون داكشي. المهم غير الزنجلان والكوكا والبلدي جيبيهم ونقيهم وحمريهم غير شويه في الدار صافي. كما قلت لكم زلافه ديال الزنجلان البلدي، زلافه ديال الكوكا والبلدي، وزلافه ديال اللوز البلدي، وزلافه ديال الحمص، وزلافه ديال القرقاع. وغتاخذي واحد الزلافه ديال التمر اللي تيكون معسل، التمر اللي كيكون معسل حيدي لي داك العظم ديالو هو باش غتحني. انا غنقول لكم الطريقه كيفاش غادي ديري. وغتاخذي كاس او زلافه ديال الزبيب، الزبيب حتى هو كيساعد على الغول وكيعطي واحد النضاره للبشره زوين بزاف بزاف. الزبيب داك اللي تيكون داك الصغيور، داك تيكون مارو ماشي البيض وماشي الكحل، الزبيب اللي كيكون مارو راه زوين زوين بزاف. المهم كتاخذي هاد الزلافه ديال الحمص، زلافه ديال الزنجلان، زلافه ديال اللوز، زلافه ديال القرق داك القرقاع، زلافه ديال كاوكاو كما قلت لكم اللوز والقرقاع بلا ما تحمريهم. الحمص راه كتاخذيه يعني كتاخذيه محمر موجود، كتاخذي هادشي وكطحنيه، طحنيه حتى كتنيليه مزيان في الطحانه. ما عندكش طحانه طحنيه عند العطار، خلطي داكشي فشي صوبيره وديه ليه وهو غادي يطحن لك مزيان مزيان حتى كيتنيل. كتاخذي ديك الزلافه ديال التمر كطحنيها مزيان، وكتاخذي داك الكاس او الزلافه ديال الزبيب حتى هي بطبيعه الحال كتكوني منقيه وغاسله عندك الغبره ومنشفاه، كطحنيه حتى هو مع داك التمر، كتخلطي مع التمر وكطحنيه مزيان حتى كيولي هكاك عجينه، وكتخلطي مع هاد المكونات هادو كتخلطي معاهم مزيان. بالك داكشي مازال ما تخلطش مزيان كتزيدي معاهم العسل الحر، العسل اللي يكون حر، ما ديريش ليه العسل ديال السكر، العسل اللي يكون حر، ما ديريش السكر كلاصي، ما ديري ولا العسل اللي يكون حر، ما فيها باس صبري بواحد الكويس ديال العسل ولا نص كاس ديال العسل، وخلطي بها المكونات هادو، خلطيهم ديريهم شي صوبيره وبقاي تاكلي منهم يوميا في اي وقت. بغيتي تاكلي في الصباح تطريبيه مع اتاي، بغيتي تاكليه مع عرفتي كيما قلت لكم انا كنهضر معكم وكنقطر بالعرب، بغيتي تفطري بهم الصباح طري بهم، بغيتي تاكليهم في العشيه بحال كفاص كسكروت مع شويه ديال الحليب اولا حليب وقهوه، بغيتي تشربيهم مع اتاي. المهم بغيتي تاكليهم غير هكاك بوحدهم، كتحطي معاك طبي السيل كتحطيه حداك وكتبقاي كتاكلي، كتاكلي هذاك الشيء اللي قديت، يعني هادشي راه كله زوين. غتلاحظي تاكلي يوميا، ماشي تاكلي نهار اي ونهار لا، يوميا غتاكلي داكشي لا واخا غير معايا لقا، واخا غير جوج معالق في النهار، داكشي علاش ما قديتي راه كيجي بنين نيس، راه كيجي كلشي. هادشي اللي قلت لكم راه زوين، الحمص راه زوين 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 بزاف بزاف، كيزيد في الوزن وكيعطي واحد النضاره للبشره وزوين بزاف. الزنجلان حتى هو كذلك مزيان للبشره للشعر للجسم كامل. مهم هادشي كله اللي قلت لكم خذوه البلدي كما قلت لكم البنات صافي، وتبعيه وردي على خصك الخبار واحد السيمانه وغادي تحسي بالفرق، تحسي براسك انتيا الجسم ديالك بدا كيتبدل، البشره ديالك بدات كتبدل، الشعر ديالك بدا كيتبدل. يعني وصفه فيها ثلاثه الوصفات، كتغلظك كلك، كتعطيك واحد النضاره للبشره، وكتمنعك التساقط من الشعر، الشعر ديالك كتحسي به ما بقاش كيطيح، الجلده ديال شعرك الفروه ديال الراس كتحسي بها ولات صحيحه، ما بقاش الشعر كيطيح بالزربه. المهم اخواتاتي داكشي علاش انا ما درتش معكم الطريقه والمكونات وداكشي، لحقاش انا هانتوما كيما كتشوفوا اختكم بارك عليا ما نزيد. المهم البنات قطع ليا التليفون، كما قلت لكم انا راه ما باغاش نغلط، يعني صافي بارك عليا هادشي اللي عندي، يعني راضيه بيه وباغا صافي الله يجعل البركه. انا ما كنبغيش نكون غليظه بزاف، كنبغي نكون متوسطه ما غليظه ما رقيقه، هذاك الشيء علاش ما طبقتش معكم الوصفه وما درتش معكم داك الشيء كله يعني قدامكم، قلت لكم غير بفمي وانتم راه غادي ديروا كل شيء، وراه كل شيء تبارك الله عارف وكل شيء، يعني حنا تبارك الله المغاربه راه دغيا كنفهموها طايره في السماء. المهم خواتاتي هادشي اللي كاين، هاد الوصفه راه زوينه بزاف، ان شاء الله غادي نخلي لكم الصوره ديالي ملي كنت كندير هذه الوصفه، نخلي لكم هنايا اولا هنا وغادي تشوفوا عرفتي راه كانت كتعطيني واحد ما كندير لا ماكياج لا حتى شي حاجه، وكتعطيني واحد النضاره في البشره ديالي، كتغلظك كلك زوينه بزاف هذه الوصفه هذه. جربوها اخواتاتي البنات اللي باغيين يغلاضوا وباغيين يسنانوا وباغيين يزيانوا، جربوها وردوا عليا الخبر. هادشي اللي كان خواتاتي، ما تنساونيش من اللايك ومن الدعم ديالكم ومن البارطاج مع صحاباتكم، عطيو هاد الوصفات هادو لجيرانكم جاراتكم صحاباتكم العائله كاع الناس اللي كتعرفوهم، عطيو
كامل الوصفات بارطاجيو معاهم. منها اول حاجه غتساعدونا باش القنوات ديالنا كيطلعوا، وثاني حاجه باش حتى هما يستافدوا من الوصفات هادشي اللي كاين. خليكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم، تهلاو لي فراسكم.